من عمان معي الدكتور أشرف بني محمد، الخبير في التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية. أهلا بك معنا دكتور أشرف. إذن بطريق الخطأ قام المطورون بترميز اعتمادات تسمح بالدخول إلى رسائل نصية هذا، هل يمكن إصلاح هذا الخطأ؟ أولا مساء الخير عليك وعلى وسهلا على المشاهدين. الخطأ اوريدي تمت معالجته من قبل الشركة التي تدير القاعدة التي من خلالها يستخدمها المطورين، وأرسلت تحذيرات في أكثر من مرة وتؤكد على أنه لا يوجد أي مشاكل فيه. معظم التطبيقات التي تم أو التي تم التعرف عليها هي تطبيقات خاصة بالأعمال، بالتواصل في الأعمال، فلا يوجد خطر مباشر على المستخدمين العاديين أو المستخدم النهائي العادي. وحتى في تطبيقات أوبر ونتفليكس إلى الآن نفت الشركات عن وجود أي اختراق فيها. أوبر؟ نعم. بس هكذا تطبيقات خطير أن يعني نعرف بأنها معرضة للاختراق؟ الآن هو الخطأ بيسكلي كان بسبب المبرمجين، وضع المعلومات الخاصة وعدم اتباع تعليمات المطورين أو القواعد التي تحكم عمل المطورين، فوضع معلومات لتسهيل الدخول. يعني هذا كان يعني هذا يعني خطير للأمن أكثر ما هو خطير فيما يتعلق بخصوصية، صحيح؟ هو بالضبط، هو متعلق في الأعمال أكثر من متعلقه في الأفراد وفي معلومات الأفراد فقط. فالشركات التي تستخدم أدوات التواصل من خلال الهاتف أو المسجات فيما بينها من خلال تطبيقات آمنة هي المعرضة بشكل أكبر من المستخدم النهائي أو المستخدم العادي. طيب كل هذه الأخطاء لماذا دكتور أشرف؟ يعني نتحدث دائما عن انتهاكات، عن اختراقات وعن القراصنة، بمقابل هذا نتحدث عن تقدم في موضوع التصدي لما يحدث، لمواجهته، للحماية. سيدتي، أي عن جهود تذكر يعني. تفضل سيدتي. أولا، صناعة الحماية، حماية البيانات، تقدر بأكثر من 84 بليون دولار، هي صناعة كبيرة جدا، لكن هذا لا يمنع معظم إلى الآن معظم الأخطاء التي تحدث هي أخطاء بشرية ومتعلقة بالبشر. لا نقول إنه الأنظمة فيها مشاكل، ولكن فقط في الولايات المتحدة السنة الماضية 2016 كان أكثر من 1093 داتا بريتش أو اختراق أو وصول للبيانات. نعم، وصول للبيانات. طيب بمقابل هذه الأموال الطائلة التي تدفع من خلال إجراءات الأمن هذه، كم تكلف القراصنة هكذا اختراقات يقومون بها؟ الدراسة في معظم الحالات ليست مكلفة جدا بالنسبة للقراصنة، لأنها تعتمد بشكل أساسي. القراصنة أولا هم مدربون، في معظم الحالات هم أشخاص أذكياء مدربون، عندهم اهتمام، عندهم باشن في هذا العمل، الكواليفيكيشنز موجوده، تبقى الاشياء البسيطه اللي هي التواصل. نعم، عندهم مؤهلات وحتى نعم. طيب انا اشكرك جزيلا. من عمان دكتور اشرف بني محمد، الخبير في التقنيه والمعلومات بالجامعه الاردنيه.